مساء الخيرات يا أكيلة، يا متابعي برنامج الأكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم وحلقة جديدة. بنحاول دايما ندور لكم على كل جديد في مصر، ولكن ساعات بنبقى قدام حاجات أوثنتك، حاجات حقيقية، زي مطعم الضايع اللي احنا بنغطيه النهاردة من الزمالك. هو أكل لبناني مش متعدل، يعني أصلي زي ما بيتقدم من زمان، زي ما بيتعمل من زمان. دايما بقول لكم ان احنا بندور على ثلاث حاجات، بندور على الناس اللي بتعمل افكار جديده، او الناس التاريخ، المطاعم اللي عمرها 70 و80 و90 سنه واكتر، او الحاجات الاوثنتك بتاعه بلدها. فحلقه النهارده الضيعة باللبنان، يعني قريه، طبعا هي ضاد عين على طول، ما فيش الف، عشان بس احنا نحب نلوش. المهم يعني تعالوا نعيش التجربه وان شاء الله تعجبكم وتعجبني. وهي فعلا مختلفة عن شوربة العدس المصري. لسبب ما طعمها قريب من التتبيلة المصري بتاعت الكفتة. أنا أول مرة أكل الفريك مسكر. استاذ علي مساكر، مساء النور، ازي حضرتك؟ نبتدي طبعا باول حاجه لازم اسالها. استاذ علي الناطور، حضرتك اردني؟ مظبوط. وجيت مصر في 2000، صح؟ مظبوط. عملت مطعم لبناني؟ مظبوط. ليه؟ يعني ليه ما عملتش مطعم اردني؟ المطبخ الاردني كمان يعني دسم وغني. هو المطبخ الاردني دسم وغني حقيقي في الوقت الحالي، بدا يتعمل له برزنتيشن وبدا يظهر للعالميه اكتر، لكن في وقت الالفينات كان المطبخ اللبناني هو المطبخ العربي الطاغي والمعمول له برزنتيشن والمشهور عالميا، وللناس كلها بتاكل وعارفه ايه الاكل اللبناني. وفي الوقت ده انا كنت لسه خريج جديد، وكان اسد سيتي والشيفات بتوعي كلهم لبنانيين، سواء كان في الاردن او في قبرص، وفي لبنان برضو لما كنت بشتغل هناك الفتره دي. درست في قبرص؟ انا درست في قبرص هوسبيتاليتي مانجمنت، اداره فنادق. في الوقت ده لما اتخرجت بدات اشتغل مع اللبنانيين، في عدد كبير جدا موجود منهم في قبرص. بعد كده اتنقلت لعمان وبيروت شويه، بعد كده رجعت لعمان، بعد كده جيت القاهره. اوكي. لما جيت القاهره يعني بنقدر نقول كنت شاف الاول. شاف. جيت كشاف الاول. وستيل لغايه دلوقتي شاف. لا بس قصدي اشتغلت كشاف الاول. كشاف. اوكي. اكزيكتيف شاف. اشتغلت هنا في القاهره في احد المطاعم اللبنانيه اللي عملت لها اوبننج بتاعتها. فضلت في المكان ده لغايه 2012، لغايه ما فتحت ماي اون بزنس. الحمد لله رب العالمين، شغالين لغايه دلوقتي وواقفين على قدم وساق زي ما بيقولوا. الحمد لله. انت عندك المعادي وهنا؟ عندي المعادي والزمالك، وعندي في التجمع كلاود كيتشن. بس ديليفري ده بس، نفس الايتمز بتاعتي. لما بتقولي فتحت في 2012، طبعا لازم يجي على بالي على طول عملت ايه في 2020، السنه بتاعه الكورونا. انت بتشتغل ديليفري ولا لا؟ لا، ما هقول لحضرتك حاجه. احنا قبل 2020 كان اعتمادنا كله على الداين ان جوه المطعم، والكلاينت بتاعتنا كلها كانت بتيجي على المطعم، بتيجي تاكل، وزباين ترابيزات رايحه ترابيزات جايه. في 2020 الدنيا اتغيرت تماما. طبعا. كان لازم نتجاوب مع التغير الموجود في السوق. فبدانا نشتغل على موضوع الدليفري. لحقت الدليفري اونلاين على طول. انت عارف في مطاعم كتيره قفلت لان ما كانش عندها دليفري زيك، ما كانش عندهم دليفري. لا، انا اكشلي كان في عندي دليفري وكان عندي كيترينج قبل الموضوع ده، بس ما كانش بالقوه اللي هي المطلوبه، ما كانش الاعتماد عليه بصراحه. تمام. لكن لما حصل الموضوع وكان في حظر على طول، وكان في ناس قلقانه تخرج بالظبط، فطبيعي يعني انت اندور مش اوتدور. فطبيعي انه كبزنس لازم تغير الموديل بتاعك. غيرنا الموديل بتاعنا، انه كان وعملناه فليكسبل اكتر، وظبطنا المنيوهات بحيث انها تبتدي تطلع ديليفري للزباين وللكلاينت بشكل مستمر وبشكل اليجنت،
ونضيف من باكينج من من كل حاجه. طب لما خلصت الجائحه كملت اهتمام بالدليفري ولا رجعت تاني اهتمام بالصلاه؟ لا لا لا، نفس الاهتمام هو في الدليفري. اوكي. وعاوز اقول لك سر كده من اسرار المعادي لانه هو الفرع الاول لينا هناك. سكان المعادي من الناس اللي بيحبوا بيتوتيين اكشلي. ما اصل الخروج من المعادي والدخول تاني مشكله، قصه كبيره. هو انت بيتوتي غصب عنك مش مزاجك. فالدليفري كان بالنسبه لهم حل كتير لطيف، وكان بالنسبه لنا حل خلانا نقدر نعدي فتره الكورونا، والحمد لله رب العالمين عديناها على خير ومستمرين. طيب سؤال اخير، حضرتك قلت لي ان الميزه الرئيسيه في مطعم الضيعه انه بيور لبنيز، ما فيهوش تعديل، ما فيهوش اي اختلاف، يعني افتكاسات يعني. البيور لبنيز كيتشن اللي انت اتعلمته في قبرص ثم في لبنان ثم يعني في شغلك، قدرت تنفذه في مطعمك انت بنسبه كام؟ بنسبه 95%. يعني مثلا لو جينا قلنا مثلا هند بزيت هتيجي تعملها هنا في المنيو، مش ايه اللي بزيت؟ هند بزيت اللي هي هند بي، نوع من انواع الاعشاب زي الليدز. اوكي وزي السلق كده اهو، فاهمني؟ بس هنا في مصر يعني لو جيت قلت لهم هنعمله هيقول لك ايه ده، او الاكلات الصيام الكتيره يعني في لبنان اكل كتير جدا صيام اللي هو فيجن دلوقتي وفيجيتيريان الناس بتاكله، فاهمني؟ فانا مدخل منه هنا جزء عندي في المطعم، في حاجات كتير قوي. حاطط جنبهم لهم سكشن كمان، عامل لهم سكشن للناس الفيجيتيريان، وخصوصا انه احنا بنشتغل على الاجانب كتير، فالاجانب بيطلبوا الحاجات دي، وفي منهم كتير قوي متابعين للانظمه الغذائيه دي. لا هو ال 5% دول نقدر نقول عشان مواد مش متوفره، وفي نفس الوقت ممكن ما تبقاش ليها قابليه مع الكلاينت بتاعنا بشكل عام. المصري. ولكن الحاجات المستخدمه عامه ال 95% بتجيبها من مصر، يعني انا بتكلم كزيت زيتون، الزعتر، الحاجات الاعشاب اللي بتستخدم في المطعم اللي بنعمله. زيت الزيتون موجود هنا في مصر، في شركات كبيره موجوده هنا في مصر بتورد لكل الناس، والكواليتي بتاعتها عاليه جدا طبعا. يعني ده مصر؟ ده مصر من احدى الشركات يعني، بس مش هنقول اسمها. لا ما سواء عامه احنا معروف عندنا الاماكن اللي زيت زيتون مشهوره بزيت زيتون في مصر هي اكتر سينا وسيوة، يعني مرسى مطروح وسيوة وفي شركات مصر اسكندريه الصحراوي كتير مليان. طبعا مليان زيتون كتير جدا. يعني فالزيت بتاعهم محترم جدا. بالنسبه للزعتر والسماق دول بيجوا من الاردن. من الاردن؟ بيجيبهم من الاردن يعني، بين فتره والتانيه بيجي تلاقي شحنه جايه لي كده. وهو انت بتتكلم هنا على الزعتر، الزعتر بالسمسم مش بتاع المناقيش. اوكي. من الاردن مش من لبنان. هي نفس الخلطه؟ لا هو اساسا يعني لو احنا رجعنا في التاريخ لورا هنلاقي انه الزعتر الاردني اللي هو اساسا الزعتر الاردني مع الفلسطيني، يعني لانه انت عارف الوضع. فالموجود هناك اقوى جدا كتير جدا من الزعتر اللبناني. انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق. هي المنطقه دي كلها كان اسمها بلاد الشام. ما هي بلاد الشام. وكان كلهم نفس المطبخ ونفس الزعتر ونفس هو مطبخ واحد. على فكره اولموس. اولموس هو مطبخ واحد. تفريعات بسيطه جدا واختلافات بسيطه جدا، بس هو الزعتر في الاردن لا مختلف تماما يعني. اقوى. ماليش دعوه هو اللي بيقول كده. ماليش دعوه. اقوى. عشان بس انا مش عايز الاخوه اللبنانيين والسوريين يتزعلوا. لا 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 ما حدش هيزعل، هم عارفين وهم اكيد هيدوقوا يعني، ان شاء الله يشرفوا ويدوقوا يعني. طيب انا بشكرك. ندخل في الجد على الاكل على طول، وان شاء الله يعجبنا ويعجب ان شاء الله. ان شاء الله. نورتي. اول حاجه هنبتديها شوربه العدس، بما ان احنا ابتدت تشتي خلاص. هي شوربه العدس بطريقه لبنانيه، وفي العيش المحمر، العيش الشامي رفيع ده احنا بنسميه عيش شامي. طعمها حلو قوي، وهي فعلا مختلفه عن شوربه العدس المصري، فليفر مختلف شويه. العدس واحد بس الفليفر مختلف شويه.
طبعا ميزه الميزه الاساسيه اختلاف الطعم ده حلو وده حلو. انا ما بقولش ان بالطريقه اللبناني احلى او بالطريقه المصري احلى، بس بالطريقه المصري ان العيش اللي بيبقى محطوط على الوش بيبقى عيش بلدي محمص بيستحمل السخونه بتاعت الشوربه اكتر شويه. ده مجرد انك قلبت خلاص بقى دايب يعني، طعمها حلو قوي. طيب وبعدين عندنا عشان ما اضايقش الكاميرا في حاجه، بعدين عندنا اول مره انا ادوقه بقى اللي هي الحمص بالكفته. جربتها بحاجات كتيره باللحمه القوارمه بالسجق، اول مره ادوقها بالكفته. طبعا هنعمل فيها بقى مؤدبين وبتاع وناكل بالشوكه، بس هي دي لازم تتاكل بالعيش وصنوبر او صنوبر، في ناس تقول صنوبر وفي ناس تقول صنوبر. صدقوني لو قلت لكم مجرد سلطه الحمص او الطحينه او البابا غنوج في صنعه كبيره جدا. ليه؟ الدليل ان في مطاعم كتيره جدا بتعملها وحشه قوي، فده معناه ان هي مش حاجه سهله قوي يعني. تحفه. اللي عجبني ان انتوا بتاخدوا القطمه في الاول، الحمص هو المغطي، في النص بيطلع لك طعم الصنوبر المحمر، في الاخر بتبان طعم اللحمه معاك. فيري نايس. ثم فتوش انا ما جربتوش قبل كده، انا ما كنتش اعرف انه بيتعمل كده يعني. فتوش بالبتنجان وفي رمان عليه من الوش كمان، يعني احنا كلنا نعرف الفتوش، انا اول مره ادوقه بالبتنجان. مكعبات بتنجان محمره كده، وانا بحب البتنجان، فلما لقيت الطبق ده قلت لازم اجربه. وفي طبعا كابوتشا او خس يعني، وطماطم وخيار وبصل سماء رمان فجل احمر او احنا بنسميه فجل فرنجي. هو نفسه طعم الفتوش اللبناني الجميل متضاف عليه بس النكهه بتاعت البتنجان او طعم البتنجان. ولاحظت حاجه في الفتوش ان هو من السلطات بسبب الطعم الحمضي المسكر اللي فيها، من السلطات اللي بتفتح النفس قوي، تخليك ريقك يجري قوي، بتبقى عايز تاكل. ذكيه برضو من اللبنانيين والشوام. طيب نيجي بقى ميكس المعجنات، بيتهيألي ده هيبقى السبانخ. المجمل طعمه حلو بس مش حاسس بطعم السبانخ. مش عارف هل طريقة طهي السبانخ ولا كمية السبانخ اللي جوه فيها حاجة حراقة كده في الآخر خالص، إنما طعم السبانخ كسبانخ مش واضحة قوي. طيب ودي اللحمة المفرومة بتالي. أوكي. وبعدين دي بالسجق وواضح عليها جبنه كمان. دي احلاهم لحد دلوقتي ذوقي الشخصي. حلو قوي دي، وعليها تشيري توميتو كده. حلو قوي بالسجق، بيتهيألي دي سجق برضه. الصح لو عايزين يعني بناكل في مطعم بقى وحاجه ذوق وكده، ما بتاكلش بايدك اصلا، ده الصح. انت تقطعها بالسكينه كده، ده بيتهيألي الجبنه. الجبنه حلوم.
برضو حلوة. أكتر اتنين عجبوني السجق والحلوم. انتوا ممكن تطلبوه منفصلين العلم، انا طلبت ده عشان اجرب كل حاجة مع بعض يعني. بس اكتر اتنين طعمهم عجبني كانت السجق والجبنة. هنقول بس الاسعار قبل ما نقفل الفقرة الاولى. ده عندهم منيو فطار كمان حلو قوي يا جماعة. انا يعني انا داخل في الغدا بس عندهم منيو فطار كمان حلو قوي. طيب شوربة العدس ب59، فتوش بالبتنجان ب95، المعجنات الميكس ب115، هومس اين انت يا هومس، والحمص بالكفتة ب115. ننتقل الى الفقرة الثانية ونجيب ده بقى عندنا عيب كده وناكله كما قال الكتاب. هنبتدي بالمشاوي. احنا جبنا الريش لوحدها، هما بيسموها كوستاليتا. اوكي ده في عظمه هنا. تتبيله مختلفه تماما عن تتبيلتنا احنا المصري. وفي بلاد الشام عامة على حسب معرفتي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن بيعتمدوا أكتر على لحم الخرفان من لحم الـ 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 الأبقار يعني. نعم حلو قوي. تري جونتي. في هنا ريشتين بقى إيه اللي هياكلهم هيزور، عشان طبعا الأستاذ بكر طالما موجود شبيح انتوا عارفين. طيب ندخل على بقية المشاوي. ما بيحطوا معاهم كده لحمة مفرومة في عيش عرايش، اسمها عرايش، دبس الرمان. حلو قوي حلو قوي. طيب هندوق ده طبق لثلاث اشخاص، بيبقى فيه العرايز دي زي ما شفتوها وشيش طاووق وكباب وكفتة وسمان. ده الكباب، لحمة تندر جدا ناعمة، ودي الكفتة احنا كنا دقتناها جوه الحمص. لسبب ما طعمها قريب من التتبيله المصري بتاعت الكفته، بتاعت الكفته الحلوه. باين شيش طاووق. بس دي لحم صدور معمول بالصدور مش بالوراك. ثم السمان. ناخد بس الوركه كده. انا اعرف ناس بتضرب مشاوير عشان ياكلوا سمان بس. وكون انت تلاقي مطعم في الزمالك بيقدم سمان ده مش سهل يعني. سمان المشوي اللي محبين فوق ما تتخيلوا. حلو قوي. ده شكلها كده بيتي. بطاطس معموله هنا بيتي. اوكي ثم بما اني من محب الرز فما اقدرش ما اكلش الرز.
ندوق كده. بالقرفة. طيب ثم نيجي لحاجة كنت حابب برضو اجربها واول مرة اجربها واول مرة اسمع عنها، وهي الفريك بكبد الفراخ. بس طبعا التتبيلة هتبقى لبناني مش المصري بتاعتنا. الله ريحة. ده دبس الرمان برضو. طعمه مسكر كده. هو الفريك مظبوط قوي، بس اللي مش واخد عليه هيستغرب. انا اول مره اكل الفريك مسكر بسبب دبس الرمان. حمضي مسكر. هو بقى بصل مشوي يا جماعه، البصل مشوي عشق، حلو قوي. شو الفريك حلو قوي. ثم اخر حاجه سبتها للاخر لانها ساعه اصلا، وهي فتت الباذنجان. انا بحبها، مش اول مره ادوقها، بس انا بحب قوي فتت الباذنجان، فقلت اطلبها برضو واجربها عندهم. ومكسرات، حاجه توجع القلب. مكسرات فريش وصوص طماطم فريش، تحفة تحفة وخفيفة. انت مش اي تقل الاكل اللي بالمزاج بقى، تاخد العيش الطازة اللي هم عاملينه هنا السخن ده، وبعدين تقوم حاطط فيه اللحمة التندر الجميلة بتاعت الكباب. ايوه ده ايه؟ هي برضو تمام. وبعدين تقوم حاطط عليها، سوري انا هستعمل ايدي، بصل مشوي. ده للمزاج مش اكتر، ملوش دعوة بالبرنامج خالص. تحط عليه البصل المشوي كده، بعدين تقوم حاطط عليه الحمص اللي انا طلبته مخصوص، وتسيبه على جنب كده بقى ايه عقبال ما نخلص المعلومات كلها. اوكي الاسعار، الطبق ده زي ما قلنا لثلاث افراد، ده ب 610، الكوستاليكا او الريش ب 310، الفريك بالكبدة 140، وفتت البتنجان السادة ب 115. تجربة جميلة ان انت في ظل كمان الاسعار العالية جدا للسفر. ممكن اخد ده برضو خليه جنبي هنا، معلش يا جماعة انتوا ما تعرفوش بكرة اصلا. في ظل الاسعار المرتفعة جدا للسفر، وانت حد بيحب الاكل من دول مختلفة ويحب المطابخ المختلفة، فحلو ان انت يبقى عندك في مصر مطابخ مختلفة. عندنا اللبناني كتير، عندنا السوري كتير، عندنا العماني، مش عماني سوري، اليمني جربناه، السوداني جربناه، السعودي، عندنا مطابخ كتير قوي، اليوناني، الايطالي، طبعا الفرنساوي. فلما باجي اجرب مطعم اوثنتيك من بلد ما ويطلع فعلا حلو بنبسط.
بنبسط انه عندنا التجربه دي في مصر. سياحه الاكل ثم سياحه الاكل ثم سياحه الاكل، ان شاء الله في يوم من الايام هننتبه ليها ان احنا ممكن نعمل سياحه يجوا ياكلوا بس، يجوا ياكلوا ويتفرجوا على الاثار بس، مش عايزين حاجه تانية. ارجو ان انت تكون عجبتكم حلقه النهارده، انا عجبتني جدا، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه تانية من برنامجنا